اش نقول لي دابا؟ اش نقول لي؟ قول لي مجموعه جوج. قول لي لا مجموعه جوج. قول لي طافي. هما كتشوفوا عندها 18 عام ولدات مسكينه بالفتيح، دخلت نهار الجمعه وخرجوها نهار الاحد وماتت نهار الاثنين. وهادشي راه ماشي معقول. وما عطاوناش الورقه ديال الخروج، قالوا لنا حتى الثلاث ولا الاربعه، وهي هي ماتت الاثنين. هاي الله يرحمها ويوسع عليها ويرحم اموت محمد كافة اجمعين. الله يوسع عليها. شنو المشكل اللي لقيتو في المورك؟ المشكل باقي ما قالوش لنا اخويا، باقي ما جاش التشريح الطبيب، قال لك تيتمكنوا منه السلطه العلميه. السلطة العلمية هي اللي غادي تشوف التشريح دابا، اش قالوا لنا باش ماتت واش عندها وهادي. وهي راه ميتة بالفتيح، راه فتحات، راه خرجوها، راه ما خصهاش تخرج، راه خصها واحد الأسبوع ولا واحد ست أيام هي القليلة. وبالنسبة لسيارة النقل، سيارة النقل ما لقيناش فيها المشكل حتى هي. الدائرة مولاي رشيد ما فيهاش أخويا كاع، كنتسناو لابيلانس من 11، الدرية كفنوها وغسلوها من 11 وحنا كنتسناو في لابيلانس ما جاتناش. قال لك لابينانسات خارجين، عيب تكون لابينانس وحده في جماعه وحده ما كايناش. صدقنا جايبين لابينانس من عماله الفيده، ها هو جاي معنا الله يجازيه بخير حتى هو، والله يرحم له الوالدين. تنشكر هذه الاذاعه هذه بزاف، والله يرحم الوالدين. وهاد السيده راكم شتوها، هي باقا صغيره 18 عام مسكينه، كما ضاعت هادو غيضيعوا كاع الامهات وكاع العيالات غادي يضيعوا. شكرا بزاف. لا شكرا.